السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج في الأسبوع الأول من الوحدة الثانية مجال الحياة الثقافية المرجع الواضح في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. قبل قراءة النص نبدأ بالإجابة عن أسئلة ما قبل القراءة. إذا أتهيأ للقراءة. ما الآلات الموسيقية التي تعرفونها؟ إذا بعض الآلات الموسيقية التي أعرفها: الكمان، البيانو، الناي، الطبل، القيطارة، إلى غيرها من الآلات الموسيقية. إذن السؤال الثاني: هل تحسنون العزف على إحدى الآلات الموسيقية وماذا تشعرون عند سماعها؟ إذن هنا كل متعلم أو متعلمة سيجيب هل هو يحسن العزف على إحدى الآلات الموسيقية. إذن ألاحظ وأتوقع، أعبر عما أشاهده في الصورة. إذن ماذا أشاهد في الصورة؟ طفلة تعتلي مسرحا وتعزف على آلة البيانو، إحدى القطع الموسيقية. أيضا وجود جمهور يستمتع بعزفها الجميل. إذا أرى في الصورة طفلة تعتلي مسرحا وتعزف على آلة البيانو، إحدى القطع الموسيقية، وأيضا وجود جمهور يستمتع بعزفها الجميل. أضيف إلى العنوان كلمة قبله أو بعد للحصول على عنوان آخر. إذا الأنامل المبدعة، ممكن أن أضيف كلمة قبلها. إذا نقول سحر الأنامل المبدعة، سحر الأنامل المبدعة. السؤال الثالث: من خلال فهم العنوان وملاحظة الصورة أقترح توقعا لموضوع النص. إذا توقعي أن النص سيتحدث عن الفن وتحديدا عن الموسيقى وفن عزف البيانو، وعن فتاة تعشق فن عزف البيانو. الأنامل المبدعة. كان في مستهل العقد الرابع من عمره، لقد تملكه حب الفن فوهبه حياته، وأصر على أن يكون مدرس موسيقى لينقل شغفه به إلى أنفس تلامذته. أتت إليه يوما طفلة صغيرة أعيت أهلها في تعلم العزف على البيانو، وكانوا حريصين على أن تتعلم ذلك العزف الرفيع. دربها المدرس بأسلوب شيق، فأقبلت تتذوق العزف وتألفه وتقبل عليه إقبال الشغوف. كان من عادة المدرس أن يقيم بعض المناسبات حفلات يدعو إليها أسر المتعلمات والمتعلمين ونخبة من الفنانين المرموقين، فيعرض نماذج من جهده الفني تعزفه تلميذاته وتلاميذه. أقام المعلم مرة حفلة فحضر المدعوون، وكانت أسرة الصبية حاضرة كذلك، وهي لا تدري ما هو نصيب فتاتها من التوفيق أو الإخفاق. وبدت الصغيرة في صف المشاركين تكسوها حلية وردية وتتميز بابتسامة هادئة على الرغم مما تجلى في عينيها من قلق واضطراب. وتتابع الصغار على المنصة، يؤدي كل منهم ما طلب إليه، حتى جاء دور العازفة الصغيرة. خطت إلى البيانو بخطوات متثاقلة تكاد تتعثر، كأنما قد انسدلت على عينيها غشاوة حجبت عنها الطريق. دارت الصغيرة برأسها مذعورة تتلمس الخلاص من حرج مخيف. طالعها وجه معلمها وقد انزوى في مكان من المنصة يخفيه عن العيون،
وافتر ثغره عن ابتسامة رقيقة، فتعلقت نظراتها بعينيه تستمد من وضميضهما الثقة والشجاعة. جلست العازفة الصغيرة على كرسي المعزف، وامتدت يداها تجري أصابعها على مفاتيحه، فانبعثت الأنغام تعلو وتهبط وتسري في أرجاء الحفل تداعب المسامع في رقة ولطف. وألفت الصبية نفسها تحيا في عالم سحري لا تحس فيه بوجود الحاضرين، ولا ترى إلا إشارة العينين تنيران لها السبيل. وبعد حين أحست العازفة الصغيرة بأنها تهبط وإيدا من عل، وإذا هي تستفيق من غفوتها، فتجمعت أصابعها تصافح البيانو إيذانا بالختام، وتعالى التصفيق وصرخت الحناجر بالهتاف. أصابعها تصافح البيانو إيذانا بالختام، وتعالى التصفيق وصرخت الحناجر بالهتاف. أصابعها تصافح البيانو إيذانا بالختام، وتعالى التصفيق وصرخت الحناجر بالهتاف. تحاملت الفتاة على ساقيها، ثم انطلقت تشق الزحام. انتهى بها المسير إلى ذلك الركن القصي بجوار المنصة. همس لها معلمها وتهللت أساريره ابتهاجا، وقال لها: إني أعدك بهدية جزاء نشاطك واجتهادك. للكاتب محمود تيمور، دنيا جديدة، الطبعة الثالثة. إذن صاحب النص محمود تيمور، ولد سنة 1894، وتوفي سنة 1974 ميلادية. أديب مصري، أشهر قصصه سلوى في مهب الريح. إذن أشرح ما يأتي من الكلمات انطلاقا من سياق النص وأركبها في جمل. إن سدلت افتر ثغره وميض. إذن إن سدلت أرخت، إن سدلت الشارة معلنة نهاية المسرحية، إن سدلت الستارة الستارة معلنة نهاية المسرحية. افتر ثغره، ابتسم وبدت ثناياه، افتر ثغره بابتسامة وديعة. وميض ضوء، ظهر وميض القمر. السؤال الرابع، أكمل ملأ عائلة كلمة تعلم، تعلم متعلم. تعليم تعليمي استعلام تعليمات أصل كل كلمة بمعناها المناسب. عزفت الفتاة على البيانو، امتنع نغمتي غنى. إذن نغمت الفتاة على البيانو، عزف المغني بصوت ششي غنى، عزف المغني بصوت شجي غنى، عزف الرجل عن ارتياد المجالس النميمة امتنع، امتنع الرجل عن ارتياد المجالس النميمة. السؤال رقم 6، بما وعد معلم الموسيقى الفتاة ولماذا؟ إذا وعد معلم الموسيقى الفتاة بهدية جزاء نشاطها واجتهادها، وعد معلم الموسيقى الفتاة بهدية جزاء نشاطها واجتهادها. كيف سيكون تصرفك لو كنت مكان الفتاة؟ إذا لو كنت مكان الفتاة أيضا سأخاف، لأن المكان أي المسرح جديد علي، ويكون مليئا بأناس لا أعرفهم. إذا لو كنت مكان الفتاة أو سنقول سأحس بالخوف أيضا، سأحس أيضا بالخوف، لأن المكان بمعنى المسرح جديد علي ويكون مليئا بأناس لا أعرفهم.
سؤال رقم 8، استخرج من الفقرة الثالثة ما يدل على تخوف العازفة الصغيرة وأجعل لها عنوانا مناسبا. إذا ما يدل على تخوف العازفة الصغيرة، مما تجلى في عينيها من قلق واضطراب. خطت إلى البيانو بخطوات متثاقلة تكاد تتعثر، كأنها انسدلت على عينيها غشاوة حجبت عنها الطريق. إذن عنوان مناسب. إذن خوف العازفة الصغيرة، خوف العازفة الصغيرة. أركب وأقوم، أحدد نوع النص، هل هو نص إخباري معلوماتي سردي قصصي أو حجاجي إقناعي، وأعلل جوابي. إذا النص هو نص سردي قصصي، لأن السرد هو الحكي، وهو سرد أحداث واقعية أو متخيلة لشخصيات في فضاء زماني ومكاني معين. إذا لأن السرد هو الحكي وهو سرد أحداث واقعية أو متخيلة لشخصيات في فضاء زماني ومكاني معين. ألخص النص بعد تحديد أفكاره الرئيسة واقتراح عنوان آخر له. إذن عنوان آخر للنص، العازفة الصغيرة، العازفة الصغيرة. إذن الأفكار الأساسية، وصف لشخصية أستاذ الموسيقى، جلب الأبوين ابنتهما ليساعدا على تعلم العزف على البيانو، إقامة الأستاذ لحفل موسيقي شاركت فيه الصبية إلى جانب زملائها، صعود الطفلة إلى المسرح وتخلصها من الخوف وأدائها المتميز، افتخار الأبوين بأداء ابنتهما وبحثهما عن أستاذها، فرح ورضا الأستاذ بأداء الصبية المتميز ووعدها بهدية. إذن هذه الأفكار الرئيسة لهذا النص. بالنسبة للتلخيص، النص يحكي عن طفلة صغيرة أحضرها أبواها إلى أستاذ الموسيقى ليعلمها العزف على آلة البيانو، وبالفعل دربها الأستاذ وحبب لها العزف حتى أصبحت موهوبة، وإقامة الأستاذ لحفل موسيقي ليستعرض مواهب طلابه، وصعود الطفلة إلى المنصة وتخلصها من الخوف الذي كان يتملكها، وعزفها لأجمل الألحان، وفي الأخير افتخار أبويها وأستاذها وسعادتهم بما قدمته من أداء متميز. بما قدمته من أداء متميز. السؤال الثالث من أركب وأقوم، لو أن الفتاة فشلت في العزف كيف سيكون رد فعل معلم الموسيقى في نظرك؟ إذن من وجهة نظري، لو أن الفتاة فشلت في العزف فرد فعل المعلم الموسيقى سيكون هو إعادة المحاولة مرة أخرى معها حتى تتعلم هذا الفن الجميل. إذن من وجهة نظري، لو أن الفتاة فشلت في تعلم العزف فرد فعل المعلم الموسيقى سيكون هو إعادة المحاولة مرة أخرى معها حتى تتعلم هذا الفن الجميل. أبدي رأيي في طريقة تشجيع الأستاذ للعازفة الصغيرة. إذا طريقة تشجيع الأستاذ للعازفة الصغيرة كانت محفزة لتقدم دائما الأفضل. طريقة تشجيع الأستاذ للعازفة الصغيرة كانت محفزة لتقدم دائما الأفضل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.